هلو تو الموند، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه زارز ديلي. لا غوسيت تاع اليوم بزاف سهله وبمقادير جد بسيطه، اللي هي مقلوبه الدجاج. اللي راح نسحقوا فيها حبه تاع بصل، راني هنايا مقطعتها مرصويات صغار. نسحقوا قيس زوج حبات بطاطا ولا حبه كبيره. هنايا البطاطا نقطعتها مرصويات، اللي من بعدها راح نقليها. ونسحق تاني الدجاج. هنا راني درت صدر تاع الدجاج، نتوما تقدروا تستعملوا الدجاج اللي عندكم، وكيلة تاع الرز. نبداو في طنجرة حطيت فيها الزيت، ندير فيها البصل. الدجاج درت على الدجاج، هنا درتو كان عندي كونجلي. فوالا ندير لها فلفل الكحل، قيس مغرفه صغيره، مغرفه تاع قرفه، شويه معمره تاع قرفه، والملح بيان سور. نحطوها فوق الفرنو، نخليوها حتى يتقلالي بيان هذاك الدجاج مع البصل، ونمرقوه بالماء. هنا مرقت هنا تمرقوا على حسب الرز اللي عندكم. اذا درتوا كميه كبيره تاع الرز مرقوا بزاف، ديروا المرقه بزاف. كيما هنايا يعني درت بزاف على حسب الرز اللي عندي، ونخليوه حتى يطيب. هنا راني قليت البطاطا، قليتها محمره بيان باسكو نحبها هكذا. وهنايا نجيبو المرقه تاعنا تاني، راهي وجدت، نحي منها هذاك الدجاج. هنا درتو ان بيتي مخصو باش يطيب لي بالخف. هادوك نحيهم كامل. هوب، هكذا. نحكم تاني الرز، فوالا نحطو في صفاية ونشلو بيان، خاص بيان يتشلل الرز. وفي الكيل هذاك اللي كيلت به الرز، راح كل كيلة تاع الرز ندير فيها زوج كيلات تاع المرقة. وحدة، ونزيد الدوزيام. فوالا هنا جاتني سوا سوا زوج كيلات، دونك كيلة رز بزوج كيلات تاع المرقة. وفي الطنجرة في لا ميم، هنا راح نحكم هذاك الدجاج ونفتو فيها. نفتو كامل، ونسيه كيفاش نسقمو في كامل الطنجرة هذيك، نعمرها بها بالدجاج. نزيد نحكم لي فخيت ونستفهم هما تاني فوق الدجاج. هنا شوفوا كيفاش ستفتها. بعد ما ستفتها نرمي فيها الرز اللي كنت شللته من قبل. نسيي نسقمو بيان، دانا بلاطيه. وهنايا نعاود نحطو فوق الفرنو، يزيد يتقلى غير واحد دو مينوت ماكسيموم، ومن بعد نزيدلو المرقه. المرقه شوفوا باش راني نزيد فيها، زيدوها غير بالعقل. فوالا بهذا المغرف انا نسيي، دونك غير بالعقل. علاش؟ باش ما يعاودش يطلع لكم هذاك الرز. دونك كي تخليوه تاني يتقلى، يزيد يحكم بلاصتو هو والدجاج، وديروا له الفرغوا له المرقه غير بالعقل، باسكو سينو كان تفرغوها كامل يعاود يطلع لكم كامل هذاك الرز. هادي الكيلة الاولى، نخليه يزيد يشرب لي شويه. فوالا
وبعد ما شرب شويه هذيك المرقه نزيد نكمل الكيله الدوزيام هكذا باش نحافظوا على هذوك الطبقات تاع الرز والبطاطا والدجاج. سينون كان هكا كيعاود يطلع لكم البطاطا يطلع الدجاج وتخلط لكم كامل دونك هكا وتغطيوها وتخليو الرز تاعكم يطيب في غردو. نعاود نولي لكم بعد ما يطيب الرز. فوالا شوفوا ها هو الرز تاعي شرب كامل هذيك المرقه هكذاك وتشوفوا طلعوا لي حبيبات تاع البطاطا. نغطيوها ونزيد نخلي هذاك الرز يزيد ينشف شويه باش يحكم روحو. نتوما قد ما تخليوه ماشي حتى يبرد بيان سور مي قد ما تخليوه قد ما مليح. هنا درت لا سالاد اللي قطعت فيها الخيار الطوماطيش وشلاده كامل قطعتهم مرصويات صغار ودرت لها لا فينيغريت درت الزيت الخل والملح. فوالا دوكا نحطها تكوتي هادية نسحقها تاني باسكو نسحقوها مع الرز. فوالا المقلوبه تاعنا راهي واجده. شوفوا هنا راهو شربنا بيان هذاك الرز دوكا ما بقى لنا غير نقلبوها. فوالا زين نخبطو شويه باش يعاود يحبط هذاك الرز كامل. انا هنا ما خليتهاش بزاف تحكم روحها باسكو جيتي ان بو بريسي. و فوالا هذه هي المقلوبه تاعنا. ابا يبدا تزلق من جهه اللي منك مي سي با غراف راهي واجده. شوفوا الدجاج من الفوق دوكا ما بقى لي غير نزيد لها لا سالاد هذيك اللي خدمتها نحطها في لي كوتي تجي هي بزاف بنينه بلا سالاد. فوالا انا نحب نديرها كامل هكذا في طبسي واحد باش نكونوا كامل ملمومين على ماكله وحده وكاع العائله ناكلو كامل من طبسي واحد. هذه هي اللمه ديالنا حنايا. وهنا زدت لها تاني ياغورت ناتور ما هنايا نتوما اختياري. فوالا حطيت لها في كامل في هذوك لي كوتي. واذا عجبتكم لا غوسيت ما تنساوش بيان سور تابوني وديروا جيم ودعمونا باشتراك الى حبيتو. وهذه هي لا غوسيت تاعنا تاع المقلوبه مقلوبه الدجاج كما راكم تشوفوا. وانا ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه.